معطوبين من الجيش، وكل يتحرك في الجزائر، لكن يا اما ما تسمعش بهم، يا اما تسمع بهم متاخر، يا اما في نهايه المطاف يدخلوهم ليزاجيتاتور ولي بيرتيرباتور يحرقوا هنا بلديه ولا هيه وانتهت القضيه، والناس يقول لك والله خلاص رحنا لله. يعني هذا الكلام كله يؤدي بنا الى العوده الى الاصل اللي هو التغيير. كل الشعوب تريد تغيير حالها الى احسن حال. دلنا على عمليه التغيير، كيف يغير الجزائريون من حالهم الى احسن حال؟ شوف، التغيير يستند الى خمسه قواعد اساسيه. القاعدة الأولى أن ليس لدينا نظام للأسف، وإنما لدينا عصابات يجب أن ترحل كلها، ماهوش بوتفليقة. بوتفليقة مشكل لكن جزء من المشكل، مش هو وحده. كل النظام هذا اللي يسمى نظام هو فوضى، لكن خلينا نسموه مجاز النظام، يجب أن يرحل. كيف يرحل؟ بالطرق السلمية، مظاهرات مثل هذه، انتفاضات، اعتصامات، بدون تكسير، بدون تخطيط، بدون حرق، لأنه هذا اللي يرعبهم. لأن المرة الماضية اللي مسير اللي مشات من ورق للحسين مسعود 20 كيلومتر ما تكسرتش زجاجة، ما تكسرتش ما والو. الناس منظمة بالرغم أنه ما عندهمش خبرة كبيرة، لكن الشباب فهم اللعب. لا، الأمر الثالث أن يتم هذا التغيير ضمن جزائر واحدة موحدة. الأمر الرابع أن لا يكون هناك تدخل خارجي مهما كان نوعه، نرفضه في المطلق، هذا خط أحمر. والأمر الخامس من أجل قيام نظام حكم شعبي شرعي يعطي الحقوق للناس، يعدل بين الناس، الحاكم مسؤول أمام الناس. لماذا يقول عمر والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني عنها ربي؟ لماذا يقول ذلك؟ 2000 كيلومتر بعيدة ما بين المدينة والعراق آنذاك، ما كان لا إيميل لا أنترنت لا تليفون لا موبايل لا فضائيات. لماذا؟ لأنه مسؤول. لأن أنت ما تعين الوالي أو تعين رئيس البلدية أو تعين الشيف دائرة أو تعين الكوميسار أو تعين القاضي، أنت مسؤول. أنت مسؤول يا إما كرئيس يا إما كمؤسسات. طبقوا الدستور. أنا نكررها لك، طبقوا الدستور، خلوا البرلمان يكون مستقل، خلوا السلطة التشريعية تكون عندها دور رقابي، خلوا الأحزاب تقوم بدورها، خلوا البرلمانيين يقوموا بدورهم. نتكلم على المؤسسات. أنت تحدثت على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو غير ما مرة صرح أنه هناك مسؤولين على مستوى القاعدة، يقصد الولايات والدوائر والبلديات، هم من تسببوا في تعطيل برنامجه. حتى الوزراء اللي كانوا هو منصبهم وزراء في الحكومة ينقلوا له معلومات غلط، قالوا انهينا المشاريع، أنجزنا كذا كذا كذا، الآن صاروا يفضحوا بعضهم بعض، قالوا لا كنتوا تكذبوا على بوتفليقة. إذن عبد العزيز بوتفليقة أعطى وعود للشعب، هل طبقت أم لم تطبق؟ لكن نحن نقول اليوم أنه عبد العزيز بوتفليقة في يوم ما قال بأن الذين تسببوا في عرقلة برنامجي يوجدون على مستوى القاعدة، كيف ترد عليه؟ أقيلهم، اطردهم، خرجهم من كم يطرد؟ واحد، اثنين، ثلاثة؟ لا، الإدارة الجزائرية تديرها 25,000 شخص، إذا أضفنا لها القضاء والدبلوماسية وأهم القيادات في العسكر وفي الأمن 45,000. 45,000، الجزائر فيها 40 مليون، عندنا ملايين المتخرجين، ملايين المتخرجين. طيب كلمة ملايين في الداخل وفي الخارج. ماذا تقول لهؤلاء الشباب؟ ماذا تقول لهؤلاء الشباب؟ كلمة أخيرة للذين هم يعتزمون تنظيم هذه المليونية. هؤلاء ربما كانوا راح يخرجوا بالآلاف، سيخرجون الآن بعشرات الآلاف، لأن اتهموا الآن بكل الاتهامات، من أنهم متهامرين دوليين، ومن أن هناك دول تلعب بهم، ومن أن هناك مهامرة عالمية، ومن أن هناك فصل، سيخرجون بمئات الآلاف والله على الأقل بعشرات الآلاف ليثبتوا لهم من أنهم جزائريين قبل كل شيء، ومن أنهم لن يسكتوا عن حقوقهم مهما كانت الاتهامات، مهما كانت الكذب، مهما كانت الإشاعات، مهما كانت الضغوطات. هؤلاء خرجوا من أجل القضية وسيستمرون من أجلها وسينضمون لها، أهل القبائل وأهل الشاوية وأهل وهران وأهل تلمسان، لنصنع عرس عظيم في الجزائر العاصمة وتتحرر الجزائر. محمد العربي زيتوت، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول مشاهدينا الكرام للأخوين بلقاسم خنشة ممثل البطالين في ولاية الأغواط، وكذلك الطاهر بالعباس القيادي في لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، كان قد حدثنا من مدينة ورقلة جنوب الجزائر. انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقي في حصة أخرى لنطرق باب ملف آخر. دمتم بخير وإلى اللقاء. We'll be right back.